بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أعزائي طلاب الصف التاسع في الجزء الثالث والأخير من حفظ سورة الملك. في هذا الدرس إن شاء الله سنتمكن مع بعضنا البعض من تحقيق الأهداف التالية: أولاً، أن يتلو الطالب الآيات من الآية 20 وحتى الآية 30 إلى آخر السورة من سورة الملك تلاوة سليمة. الهدف الثاني، أن يتعرف الطالب على معاني المفردات والتراكيب التي سترد معنا في الآيات الكريمة. الهدف الثالث، أن يحفظ الطالب الآيات حفظاً متقناً. بسم الله، دعونا قبل بداية الدرس نتذكر مع بعضنا البعض فضائل سورة الملك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. ففضائل سورة الملك كما ورد في الأحاديث: أولاً، أنها تمنع من المعاصي التي توجب عذاب القبر، لأن فيها من المواعظ والتذكير بعظمة الله سبحانه وتعالى ما يجعل المؤمن ويمنعه من الوقوع في الذنوب والمعاصي، وكذلك تنجي صاحبها من عذاب الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينجينا وأن يقينا من عذاب القبر وعذاب النار. بين يدي السورة الكريمة سورة الملك، هي سورة مكية وعدد آياتها 30 آية. وتناولت هذه السورة بعض دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته في الكون، كما بيّنت أيضا جزاء المؤمنين وعاقبة المكذبين يوم القيامة. الهدف الأول، تلاوة الآيات تلاوة كريمة. عزيز الطالب، افتح الكتاب الآن صفحة 100 وتابع معي قراءة الآيات ابتداء من الآية رقم 20 إلى آخر السورة. سأقرأ الآيات وأود منك أن تضع إصبعك على الكلمات التي أقرأها حتى تجيد القراءة السليمة الصحيحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين.
قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العظيم. الهدف الثاني معاني المفردات والتراكيب الواردة في الآيات الكريمة. قال الله تعالى: أمن هذا الذي هو جند لكم. جند أي أعوان، الجند أي الأعوان لكم، ينصرونكم من دون الرحمن، إن الكافرون إلا في غرور أي في خديعة، قد يخدعون بقوتهم، بكثرة أموالهم، بعدد جنودهم. ثم قال الله تعالى: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا. لجوا أي تمادوا، تمادوا في عتو أي استكبار وعناد ونفور أي تباعد عن الحق. وقال تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أي ساقطا عليه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. وقال الله عز وجل: قل هو الذي ذرأكم أي خلقكم وبثكم في الأرض وإليه تحشرون. وقال تعالى: فلما رأوه زلفة أي قريبا، سيئت أي اسودت وجوه الذين كفروا، وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. وقال سبحانه وتعالى: قل أرأيتم. أرأيتم أي أخبروني، أروني، إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير أي ينجي ويمنع الكافرين من عذاب أليم. ثم قال تعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا. غورا أي ذاهبا في الأرض عميقا جدا لا تستطيعون الوصول إليه، فمن يأتيكم بماء معين. معين أي جار لا ينضب. في نهاية الهدف الثاني أعزائي الطلاب، هذه الكلمات وهذه معانيها، فأوصل كل كلمة بالمعنى الصحيح. أرأيتم، قل أرأيتم، ماذا تعني كلمة أرأيتم؟ أي أخبروني أو أروني. يجير، ما معنى كلمة يجير؟ أي ينجي ويمنع. ذرأكم أي خلقكم. غرور أي خديعة. بماء معين، معين أي جار لا ينضب. الهدف الثالث حفظ الآيات حفظا متقنا وتسميعها غيبا. كما تعودنا دائما أعزائي الطلاب في دروس الحفظ، فإننا نستخدم طريقة الثلاثيات، وهذه الطريقة تعتمد على التكرار والتركيز، ولها 5 خطوات. إذا أردت أن تحفظ القرآن حفظا متقنا فعليك بهذه الخطوات الخمس، ستعينك وتساعدك على إتقان حفظك لآيات القرآن الكريم. الخطوة الأولى أن تقسم الآيات، لا تحفظ الآيات جملة واحدة، لا تحفظها كاملة مرة واحدة، إنما احفظها آية آية. الأمر الآخر، الآية نفسها تقسمها إلى أقسام، تجزئ الآية إلى أجزاء حتى يسهل عليك تذكرها وترديدها. أما القسم أو الخطوة الثالثة أن تكرر 3 مرات كل جزء، كل قسم من الآية دون خطأ. رابعا أن تصل الأجزاء التي قسمتها وجزأتها مع بعضها البعض وتعيد التكرار 3 مرات دون خطأ. أما خامسا أن تصل الآيات مع بعضها البعض وتكررها دون أخطاء، فإذا انتهيت من الآية الأولى وبدأت في الآية الثانية وانتهيت منها، فاربط الآية الأولى بالآية الثانية مع بعضهما البعض، تكرر الآيتين دون خطأ. دعونا نأخذ مثالا عمليا على ذلك. نأخذ مثلا، سنحفظ الآية الأولى الموجودة معنا في هذا الدرس، وهي قول الله سبحانه وتعالى: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. سنبدأ بحفظ هذه الآية. الخطوة الأولى أننا اخترنا الآية، الخطوة الثانية أننا نجزئ الآية إلى أجزاء، وهذه الآية نستطيع أن نجزئها إلى جزئين، الجزء الأول
أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن؟ قف. الجزء الثاني: إن الكافرون إلا في غرور. الخطوة الثالثة أن تكرر غيبا 3 مرات دون خطأ كل قسم من أقسام الآية. فهذا هو القسم الأول: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. سنخفي الآية ونكررها 3 مرات: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. ثم سنظهر الآية حتى نتأكد أننا كنا نتلوها بشكل صحيح. نعم، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. ننتقل إلى القسم الثاني. القسم الثاني من الآية قوله تعالى: إن الكافرون إلا في غرور. هيا هيا أعد 3 مرات. إن الكافرون إلا في غرور. إن الكافرون إلا في غرور. إن الكافرون إلا في غرور. نتأكد. نعم، قول الله تعالى: إن الكافرون إلا في غرور. الخطوة الرابعة أن تصل الأقسام مع بعضها البعض وتكررها دون أخطاء. هذا هو القسم الأول والقسم الثاني، فتصبح الآية قول الله تعالى: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. وتستمر في تكرار الآية 3 مرات دون أخطاء حتى تتقنها جيدا. الخطوة الخامسة والأخيرة أن تصل الآيات مع بعضهم البعض. هذه الآية الأولى، إذا انتهيت منها انتقل إلى الآية الثانية قوله تعالى: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. وتكرر الآيتين دون خطأ 3 مرات. عزيزي الطالب، بعد أن قرأنا الآيات وحفظناها يتوجب عليك فعل التالي: أعد سماع الآيات مرة أخرى وقبل أن تبدأ في الحفظ حتى تتقن التلاوة بشكل سليم، ثم بعد ذلك استعن بأحد أفراد عائلتك أو أصدقائك واقرأ عليه ما حفظته من هذه الآيات غيبا حتى تقيم نفسك جيدا. في الختام أشكركم على حسن إصغائكم واستماعكم. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.